أحسن الله إليكم ونفع بكم يا شيخ. بارك الله فيك شيخ. كنت أريد أن أسأل عن التدرج في العلوم الشرعية نفسها. أيه؟ هل أبدأ بالقرآن ثم علم الاعتقاد ثم يليه علم الفقه والحديث وهكذا، وماذا عن علم الوسائل؟ وسؤال أخير، ماذا نفعل بكبار السن؟ ماذا يفعلون؟ لأن طلب العلم هكذا سيأخذ عمرنا كله. لا، لن يأخذ العمر، يعني ما ذكرته لكم استطيع الإنسان أن ينتهي منه في سنتين أو ثلاث، في سنتين أو ثلاث. القضية بسيطة ولكن تحتاج إلى جد وإلى مثابرة حتى تصل. يعني ومن لم يذق مر التعلم ساعة فإنه يتجرع كأس الجهل طول حياته. فطالب العلم يحتاج، أول ما يبتدي طالب العلم يبتدي بالقرآن. الشافعي رحمه الله يقول: من حفظ القرآن عظمت قيمته. ثم بعد ذلك يبتدئ في، وكان العلماء رحمهم الله إذا رأوا طالب علم لا يحفظ القرآن يخرجونه من الحلق ويقولون احفظ القرآن ثم عد إلينا. لكن إذا كان إنسان ليس لديه القدرة على الحفظ فلا يمنع أيضا من طلب العلم. بعد ذلك يبدأ بالاعتقاد، ثم بالفقه، ثم بالحديث، ثم بالتفسير. طيب سؤال، يعني أنا الذي أرى، هل يقرن بين هذه العلوم؟ يعني هل يقرن بين العلوم أم يجعل؟ بعض علماء الشناقطة رحمهم الله كانوا ينهون عن الاقتران، يقول لك حدد لكل سنة علما، قل هذه السنة سأتفرغ فيها لعلم العقيدة. هل معنى ذلك أنك ما تقرأ في التفسير والفقه والحديث؟ لا، تقرأ في التفسير وفي الفقه والحديث، لكن التأصيل الذي تسعى والذي يأخذ أكبر حيز من وقتك هو علم العقيدة. السنة التي تليها تبدأ بالعلم الثاني، وهكذا تجد نفسك بعد عدة سنوات قد استطعت أن تحوز علوم كثيرة بإذن الله عز وجل.